السلام عليكم. إن شاء الله المختبر الأخير هو عن الأناتومي of the eye. نتناول بالمختبر هذا المواضيع التالية: الأوربيتال كافيتي، نأخذ البون والوالز والآي بولز اللايرز، المسلز of the الأوربيت الإكستراكولار والإنتراكولار، والنيرز of the اللي نقسمها إلى موتر and سنسري. الاوربيتال كافيتي، هاي هو الاوربيتال كافيتي، يعني محجر العين. محجر العين يكون شكله مخروطي الشكل، الابكس مالته انورد، هاي الابكس جوه، والبيس مالته هي المارجن، اوربيتال مارجن، هاي البيس مالته. اوكي، الوول مالته هو عنده بي روف، وعنده بي فلور، وبي ميديال وول ولاترال وول. الابكس هاي قلناها. اوكي، العظام اللي تشكله تشكله فرونتال بون والسفينويد بون، الزيغوماتيك بون، والمجزلة، المجزلري بون، واللاكريمال بون، والإثمويد، وسمول سمول بارت هو هذا اللي هو البلاتاين. اوكي، الروف هذا مفصول عن اللاترال وول بواسطة السوبيريور اوربيتال فيشرز. اللاترال وول مفصول على الفلور انفيريور اوربيتال فيشرز. زين، الاوبتيك كانال هاي موجوده الاوبتيك كانال موجوده تقريبا بالسوبيريور وول، بالسوبيريور وول. اوكي، سوبيريور وول، وهذا الجزء هو الجريتر وينج اوف ذا سفينويد، وبينما هذا الجزء هو اللس عفوا هذا الجزء هو the greater wing of the lesser wing of the sphenoid، وهذا هو the lesser wing greater wing of the sphenoid. okay، لأن the superior orbital fissure يفصل the greater wing of the sphenoid عن the lesser wing of the sphenoid. واضح. the medial wall هذا يتشكل من from inward outward، يتكون من the sphenoid وال ethmoid واللاكريمال بون، وجزء والفرونتال بروسيس اوف ذا المجزلة، هذا الفرونتال بروسيس اوف المجزلة. اوكي، وهنا شوف بالمارجن مال الميديال مارجن، هذا الميديال مارجن، هاي سوبيريال مارجن، لاترال مارجن، انفيريال مارجن. باللاترال مارجن اوف ذا الاوربت اكو فوسه، هاي الفوسه اسمها لاكريمال فوسه، محصوره ما بين كريست بوستيرير كريست وانتيرير كريست. البوستيرير كريست هو جزء من اللاكريمال بون، البوستيري الانتيرير كريست هو الفرونتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا. هنا تقعد اللاكريمال ساك. شنو اللاكريمال ساك؟ تعرف انه عندي اني لاكريمال جلاند وعندي لاكريمال ابريتس. اللاكريمال جلاند يعني هي الغده اللي الدمعيه، هاي مكانها وين؟ مكانها هنا بال سوبرولاترال اسبيكت اوف ذا الاوربت، بالروف هنا بهاي الزاويه. اوكي، بينما القناة المصرفة للدمع، القنوات المصرفة للدمع توقع مقابلها بالضبط، يعني انفروميديال هنا of the orbit of the margin of the orbit. هنا مين متكونة؟ متكونة من فتحتين صغار موجودة بالميديال end of the upper and lower lid، هاي يسموها بنكته او بنكتم المفرد، اي هاي الجمع بنكته، هياتها هاي واحدة وهاي واحدة. من عندها الكانالوكيلاي، هاي لاكريمال كانالوكيلاي يتحدن يكونن الساك، هذا الساك. فالساك وين قاعد؟ قاعد هنا باللاكريمال باللاكريمال فوسي. اوكي، وبعدين الساك نيزو لاكريمال داكت، هاي الداكت تفتح من الساك، تفتح وين؟ بالنيزال كافيتي، بالانفيريور مياتوس اوف ذا نيزال كافيتي. واضح يعني؟ فال الميديال وول هو the thinnest wall، أخف وول هو هذا، وهنا هذا الوول يفصل الإثمويد ساينس، هاي هنا مكان الإثمويد ساينس ما بين النيزل كافيتي والأوربت، إثمويد ساينس. فإذا صار أي إنفلاميشن بالإثمويدال ساينس راح يصير مثلا إثمويد ميوكوسيل، فراح يبلج، يصير لبلج انسايد الاوربت، فيدفع الاوربت للخارج، فيسوي اكزوثالمس. اكزوثالمس يعني جحوظ العين تندفع الى الخارج. ليش؟ من يصير عندك
الميديال وول ايش بيه يصير بلج نتيجه الى التهاب موجود بالإثمويد ساينس اللي موجود هنا. اوكي الفلور هذا الفلور اللي مكون من المجزله من المجزله ومن البلاتاين هذا يفصله عن المجزله ريساينس اللي موجود هنا. هنا هذا هو اكثر وول يصير له بي فراكتشر من دايركت تروما الى الاوربيتال كافيتي يصير بي فراكتشر. فشنو الكونتين مال الاوربت واول كونتين قاعد هنا هي الانفيريال ريكتس ماسلز شبيها تنزل جوه يصير انترابمنت داخل الساينس فالعين بالعكس راح يصير بيها انفثالمس يعني تدخل لي جوه غطوس تغطس بالعين. فشوف هسه هنا مثلا هاي الريليشن هاي الصوره تبين لك انه الريليشن اوف ذا الاثمويد ساينس ويا الاوربت. شوف ميديال والوول مال اللي يفصل الميديال وول كل السن فاذا صار التهاب بي راح يدفع العين الى الخارج فيصير اكزوفثالمس هاي اكزوفثالمس جحوظ العين. وهنا يبين لك من الاي تتعرض الى دايركت تروما اكثر وول يصير بي فراكتشر هو الروف زين الروف فتختص هذن العضلات الانفيريال ريكتس وجزء من تختص داخل المجزله فتسوي شنو انفثالمس انفثالمس. شوف هسه مثلا هاي هاي قبل الحادث عينه بعد الحادث شوف صاير بيها جحوظ بالعكس صاير بيها انفثالمس غاطسه لي جوا العين. اوكي فرق عرفنا هسه مصطلحين انفثالمس واكزوفثالمس زين. هاي الصوره هنا أنا شنو تشوفك هي الاوربيتال كافيتي وهذا الاوربيتال مارجن وهذا الميديال سايد وهاي اللاكريمال فوس اللي تقعد بيها اللاكريمال جلاند. اوكي العفو اللاكريمال ساك اللاكريمال جلاند تقعد هنا مقابلها. اوكي واحد هي الاوبتيك كانال اللي تقع ضمن الروف زين ضمن الروف بالجريتر وينج اوف ذا سفينويد زين. وهذا هو السوبيرا اوربيتال فيشر اللي يفصل الجريتر وينج اوف ذا سفينويد عن اللسر وينج اوف ذا سفينويد اور تفصل الروف عن اللاترال وول عن اللاترال وول. اوكي وهذا الانفيريور اوربيتال فيشر اللي يفصل اللاترال وول عن الفلور زين. وهذا الفلور شوفوا بالفلور اكو شنو جروف هذا الجروف اسمه انفرا اوربيتال جروف يمشي به الانفرا اوربيتال ارتري يجي يطلع من هنا يطلع بالفيس من نهايه انفرا اوربيتال كانال يطلع من هنا بالفيس واضح عيني هاي هذا الجزء الاول. الجزء الثاني الاي بولز. الاي بولز بتتكون من 3 لايرز الاوتر لاير هاي فايبرس لاير ها هاي الجزء الابيض يسموه منظمه العين السكليرا زين معظمه سكليرا زين معظمه سكليرا والجزء السدس الامامي من الفايبرس لاير يكون شفاف يسموه كورنيا. اذا الاوتر لاير هي الفايبرس لاير تتكون من الكورنيا انتيريرلي وبوستيريرلي تتكون من السكليرا. السكليرا منظمه العين الكورنيا قزحيه العين واضح هاي القزحيه شفافه احنا ما نشوفها هاي لان شفافه نشوف الجزء الملون اللي بداخله اللي اسمه الايريس اللي تابع للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه هي الفاسكولار لاير هاي هي الفاسكولار لاير الورديه زين. هاي ثلاث اجزاء البوستيريور هذا كله يسموه كورويد هذا ينتهي هنا ينتهي لهاي النقطه. بعد ما ينتهي لهنا شو يصير يجي تجي عضله طبعا هاي الكورويد هو عباره عن فاسكولار لاير كلها شرايين وأوردة شرايين وأوردة طبقات ثلاثة من الشرايين والأوردة بعدين anteriorly تصير عضلة يسموها ciliary muscles ciliary muscles زين. بعدين ال most anterior part يسموه iris هذا الجزء الملون مال العين ويكون هذا على شكل diaphragm على شكل diaphragm بثقب بالوسط يسموه ال pupil هاي يدخل من عندها الضوء زين يدخل من عندها خلف البيوبل اكو العدسه العدسه العين اللينس. اوكي هاي اللينس شبيها مكلبه بالسيلياري مصل بواسطه زانيول فايبرز فايبرس باند زانيول زين
العضلة من تتقلص من تتقلص العضلة تشد هذا الني الزانيول اللينس بيها شبيها تزداد التقعر مالتها فتزداد الرفراكتري باور مالتها واضح؟ هاي الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة هاي الصفرة هاي اسمها الراتينة. هاي الراتينة تنتهي وين؟ بنهاية الكرويد تنتهي بالنهاية الكرويد ما تمتد للسيلياري مصل لا النهاية الكرويد زين؟ النهاية الكرويد هاي يكون كل الثن the thinnest layer اللي هي الراتينة وتتكون من 10 طبقات كلها بيها نيورونز بيها 3 major neuron هي first order neuron second order neuron third order neuron باللايت باثوي بالفيجن باثوي الفيرست اوردر نيورون يكون the most external اللي هو الرود والكون الفوتو ريسبتر سكند اوردر نيورون يكون بالنص اللي هي باي بولر نيورون الثيرد اوردر نيورون يصير انورد يسموه غانجليتك نيورون الاكزون اوف ذا غانجليتك نيورون شوف هذا اللون الشاحب هذا اللاست لاير اوف ذا ريتينا اللي هي نيرف فايبر لاير اللي هي الاكزون مال ثيرد اوردر نيورون غانجليتك نيورون تتجمع كلها وتطلع من هاي الفتحه هي الاوبتيك ديسك الفتحه خروج الاكزون اوف ذا غانجليتك نيورونز زين هاي النقطه يسموها الفوفيه او سنترال فيجن اللي يصير هنا اللي هاي اكيوتي هنا ليش لانه كوندنسينج اوف الكونز الكون ريسبتر هنا يكون اوكي اكثر نسبه من الكونز ريسبتر موجوده بهاي النقطه فهي هاي مركز الرؤيه الاساسيه هي يسموها الفوفيه زين واضح يعني هسه هاي الاجزاء هذا الجزء المحصور ما بين الكورنيا والايريس يسموه anterior chamber زين وهذا والجزء اللي خلف الخلف السيلياري الايريس يسموه posterior chamber هذا posterior chamber طبعا هذا التجويف هذا بي سائل لزج اسمه vitreous body سائل لزج aqueous زين واضح الاكويس همر هو السائل اللي موجود داخل العين هذا طبعا مو سائل هذا فيسكس هذا الفيتريوس هذا الفيتريوس بادي فيسكس يكون اوكي هنا السائل الاكويس همر يتكون من الابيثيليوم مال السيلياري هذا مال السيلياري بادي هذا سيلياري بادي يشمل السيلياري مصل زائدا الابيثيليوم اللي تغلفه اللايننج مال كل المصل فهذا السيلياري سيلياري ابيثيليوم تفرز السائل السائل اسمه اكويس همر هذا الاكويس همر يدور ويطلع منه من البؤبؤ يطلع يفوت بالانتيرير تشامبر ويصير له درينج من هنا من الانجل هاي الانجل هنا يصير له تصريف فهاي اذا ضاقت الانجل راح السائل ما يصير له تصريف فيزداد الضغط من بالعين ويصير جلوكوما إذا صار ناروينج بهاي أو صار انسداد للهاي الكنال كنال أوف شليم اللي هو عبارة عن فينوس كنال اللي يسوي درينج للأكويس همر هذا اللي راح يتكون من السيلياري أبيثيليوم يطلع من هنا وموجود هي وين بالسكليرة من ضمن الكونتين بالسكليرة في منطقة الأنجل هاي الأنجل ما بين السكليرة والكورنية هاي يسموها لمبس فهي بالضبط باللمبس موجود اوكي واضح هسه هاي المصطلحات الطبقه الخارجيه فايبرس لاير جزئين انتيريرلي كورنيا بوستيريرلي سيكليرا زين منطقه الكورنيا سيكليرا جنكشن يسموه لمبس اوكي باللمبس اكو موجود كانال اوف شليم كانال اوف شليم مثل الفين يسوي درينج للاكويس همر اكويس همر يدور بالانتيرير تشامبر هذا اللي ما بين الكورنيا والايريس والبوستيرير تشامبر ما بين اللينس و او الفيتريوس همر والايريس زين من يتكون الاكويس همر يتكون من اللي يفرزه السيلياري ابيثيليوم
سيلياري ابيثيليوم اللي تحيط اللي لايننج السيلياري بودي. الطبقه الثانيه من الان هي هاي الفاسكولار لاير، هاي اجزائها الكورويد، وعرفنا الكورويد شنو، هي عباره عن فاسكر كلها فازلز ارتري ونير وبين، وسيلياري بودي وهو هذا السيلياري بودي عباره عن عضله وابيثيليوم. العضله سيلياري مصل، الابيثيليوم سيلياري ابيثيليوم، ومكلب ب زينيول. هاي الزينيول لازمه العدسه، اوكي، وعرفنا وظيفه السيلياري ابيثيليوم ووظيفه العضله، اوكي. الجزء المتدلي من الطبقه الثانيه هو الايريس، هذا الايريس اللي يصير مثل الدايافرام، يفصل الانتيرير تشامبر عن البوستيرير تشامبر، واضح. الطبقه الاخيره هي هاي قلنا الكورنيا الرتينا، والرتينا عرفنا قلنا بيها نيورونز، فنيورونز قسمين، اكو نيورون مين نيورون واكو انتر نيورون. انتر نيورون هوايه بس المين نيورون ثلاثه، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. فيرست اوردر نيورون يقع للخارج، السكند اوردر نيورون الباي بولر تقع بالنص، الثيرد اوردر نيورون جانجليتيك سيل هي يكون بالانور. زين الاكزون مال الفيرست اوردر نيورون يكون الفايبرس لاير، تطلع من فتحة الأوبتيك ديكس هاي أز أوبتيك نير. فأوبتيك نير هو عبارة يحتوي على مجموعة من الجانجليتيك فايبرز. زين واضح الساعني. العضلات، العضلات تنقسم العضلات إلى ثلاث أقسام، انترنسيك مصل واكسترنسيك مصل أو اكسترا أكولار مصل وانترا أكولار مصل، والليفيتر بابيلي سوبيريوريس هاي وحدة لأن هاي تروح إلى الأيليد الأبر أيليد. زين سوبيريور اوربيتال كلهن الاكسترا اوكولار مصل تنقسم الى اثنين، ريكتاي مصل واوبليك مصل. الريكتاي اربعه، سوبيريور انفيريور وميدل ولاترال. الاوبليك مصل اثنين، سوبيريور اوبليك وانفيريور اوبليك. الانترا اوكولار مصل ثلاثه، دايليتر بابيلي كونستريكتور بابيلي سيلياري مصل، اوكي، وليفيتر ليفيتر بابيل ليفيتر بالببري سوبيريوريس هاي عضله الجفن العلوي. زين هذني كلهن مين ياخذن اوريجين؟ الاكسترنال يعني الاكسترا اوكولار مسل اغلبهن ياخذن اوريجين من التندنس رينج اللي هي عباره عن فايبرس رينج تحيط بالاوبتيك كانال والميديال هيلف اوف ذا سوبيريور اوربيتال فيشر. هذا سوبيريور اوربيتال فيشر هذا كله، فهاي التندنس رينج تحيط بال الميديال هالف اوف ذا السوبير اوربيتال فيشر والاوبتيك كانال. زين وتطلع من عنده اوريجين للعضلات، يا عضلات الريكتاي كلهن، هاي هاي اللاترال ريكتاس، هاي الميديال ريكتاس، هاي الانفيريور ريكتاس، هاي السوبير ريكتاس، والليفيتر بالبوبري بالبوبري سوبيريوريس، اوكي. الاوبليك مصل اثنين، السوبيريور والانفيريور، هذني خارج الاوريجين مالتهن من خارج التندنس رينج. السوبيريور تاخذ من أبوف التندنس رينج، خارج التندن أبوف يعني من جوا العين من جوا الأوربت، بينما الانفيريور تاخذ من المارج من الانفيريور مارجن من الانفيريور مارجن بلو اللاكريمال لاكريمال فوسا. مو قلنا اللاكريمال فوسا موجوده هنا بالزاويه ما بين الميديال مارجن والانفيريور مارجن، بلو من الانفيريور مارجن بلو اللاكريمال فوسا الاوريجين اوف الانفيريور ريكتس. من هذا الكلام نستنتج ان الانفيريور ريكتس العضله الوحيده اللي تاخذ اوريجين من المارجن، بينما العضلات الاكسترا اوكيلر كلها ياخذن اوريجين من الابكس من داخل المحجر العين. واضح. فهاي هسه هي هسه هذا هو تندنس رينج، وهاي هي السوبيريور ريكتس. شوف السوبيريور ريكتس تجينا من سايد من داخل المحجر، تطلع توصل الى الانجل ما بين السوبيريور مارجن والميديال مارجن، هنا مكلبه بفد فايبرس باند يسموها تروكيه مكلبه، وبعدين من داخل التروكيه تلوف تغير اتجاهها وتتجه نحو كره العين. زين هاي، بينما الانفيريور ريكتس
لا قلنا تاخذ من ال من اسفل من الانفيريور مارجن اسفل اللاكريمال فوسا زين لاكريمال فوسا وهذن العضلات قلنا تاخذ اوريجن من التندن اصلا هنا هذا السكشن ساجيتال سكشن للاوربت يشوف لك الاوربت هاي نص الاوربت ويشوف لك الماكسيلري ساينس هذا جو الروف هذا باعتبار الفلور وهذا هو الروف وهذا هي التندينس رينج شوف هاي التندينس رينج تعطيني اوريجين للعضلات هذني شوف السوبيريور ريكتاس هاي الليفيتر بالببلي سوبيريوريس مقصوصه قاصيها وهاي اللاترال ريكتاس هاي الميديال ريكتاس وهاي انفيريور ريكتاس اوكي شوف السوبيريور ريكتاس اوبليك هاي شوف من خارج التندينس بس شنو من يم الابكس بعدين توصل الى الزاوية العليا ما بين الروف والميديال وول تشلب بالتروكية هاي التروكية بعدين تغير اتجاهها تجي انسيرتد تو ذا السكليرة بس وين بالسكليرة بوستيرير تو ذا اكويتر بوستيرير تو ذا اكويتر يعني لا الخط النص خلف الخط النص وين خلف الخط النص بالابر upper lateral quadrant of the posterior aspect of the sclera behind the equator okay فمن تتقلص راح تسحب العين شوف بهالاتجاه تسحب العين زين فايش راح يصير ايش راح يصير بالعين يصير بها intorsion يعني تلوف الى الداخل هاي وحده وتتجه العين inferior وداون داون واوت داون واوت زين بينما اللاتر الانفيرير اوبليك هاي تجي من الامام وتلوف تجي انسيرتد همينا بالسكليرا بوستيرير تو ذا اكويتر بس شنو بالانفرولاترال كوادرنت هذا بالسوبرولاترال كوادرنت هذا بس فمن تتقلص راح تتقلص بهالاتجاه فراح تسوي للعين اكستورشن يعني يصير العين تلوف rotate around the anteroposterior axis of the eye هاي واحدة اثنين وتتحرك upward laterally الايبول تتحرك upward يعني من تتقلص هاي العضلة الانفيرير راح يصير حركتين extortion والextortion هو قلنا rotation of the eyeball around the anteroposterior axis هاي واحد اثنين يصير بيها movement للايبول upward laterally واضح واضح ان شاء الله بينما الانسيرشن اوف ذا ريكتاي هم للسكليرا but anterior to the equator الاكويتر صاير هنا هذا الاكويتر هنا شوف الاوبليك posterior to the equator الريكتاي anterior to the equator واضح هذا هو التندنس رينج شوف التندنس رينج تكون تحيط هو عبارة عن تندنس رينج surrounding the optic canal والميديال half of the superior orbital fissures زين شوف يعطي origin للركتاي مصل هاي الانفي هاي اللاترال ركتاس تو هيد بيها زين superior ركتاس ميديال ركتاس لاترال ركتاس واضح الليفيتر بوبلي سوبيريوريس طاب قويه ويا السوبيريور بالاوريجين والسوبيريور اوبليك خارج التندن اصلك واضح فهذن العضلاتها هاي العضله قلنا السوبيريور ركتس وهاي الليفيتر بوبلي سوبيريوريس رايحه للايليد هذا الايليد زين هذا الايليد زين واضح وهاي السوبيريور اوربيتال ركتس وهاي اللاترال ركتاس زين اللاترال ركتاس واضح اني وهاي الميديال ركتاس وهاي سوبيريور اوبليك وهاي التندنس التندنس رينج اوكي التندنس رينج هاي مال الليفيتر بالبلي سوبيريوريس بينما هاي السوبيريور ركتاس واضح اني سوبيريور ركتاس شوف هاي الانسيرشن مال السوبيريور اوبليك شو خلف الاكويتر ها بال خلف الاكويتر بال
سوبرولاترال كوادرنت، وهذا الانسيرشن اوف الركتاي امام الكويتر، امام الكويتر. هذا الانسيرشن، شوف هنا الانسيرشن اوف ذا ركتاي مسل، قلنا هاي المنطقه، اي هاي المنطقه سميناها منطقه الكورنيو سيكليرر جنكشن، سميناه لمبس، سميناه لمبس. اوكي، ف هاي شوف الطبقه الشفافه الاماميه، هاي انت الطبقه بالشفافه الاماميه يسموها كورنيا، والجواها الملونه هذا الايريس، وهاي هي البيوبل. زين، واضح يعني، وهذا هو اللمبس اللي هي كورنيو سيكليرال جنكشن. فالانسيرشن اوف ذا ريكتاي يصير خلف اللمبس وامام الكويتر، الكويتر هنا، هذا الكويتر هو منطقه منتصف او القطر مال الايبول، قطر مال الايبول، منتصف الايبول. فالسيكليرا خلف الكويتر، الركتاي امام الكويتر، بس شنو بيهايند اللمبس ات ديفرنت ديستانس. هاي المسافه انسيرشن مالت السوبير ريكتاس والميديال ريكتاس واللاترال ريكتاس والانفيرير ريكتاس خلف اللمبس، صحيح، بس بمسافات مختلفه، مو مسافات متساويه. اوكي، واضح. هاي شوف الانسيرشن اوف، هنا نشوف الانسير، هاي فيو فروم للاي بول فروم بيهايند، هذا الاوبتيك نيرف طالع من الاي بولز، فدا تشوف الانسيرشن اوف ذا الاوبليك ماسلز بيهايند الكويتر، بيهايند الكويتر. السوبيرير ريكتاس بالسوبرولاترال كوادرنت، هاي لو نقسمه الى فور كوادرنت، زين، هاي سوبرولاترال كوادرنت، هذا سوبروميديال، هذا انفرو لاترال، وهذا انفروميديال. فالانسيرشن اوف ذا ريكتا اوف ذا الاوبليك السوبيريور بالسوبرولاترال كوادرنت، الانفيريور بالانفرو لاترال كوادرنت. فمن تتقلص الانفيريور تسوي اكستورشن، وتسوي شنو ابورد موفمنت، لابورد اوت up out للايبول، بينما السوبير ريكتاس تسوي ان ان انتورشن، وتسوي لنا موفمنت داون اند اوت للايبول. واضح. العضلات من تحرك العين، من تحرك العين، شوف عندي اني اللي تحركها الى الاعلى عضلتين، السوبيريور ريكتاس والانفيريور اوبليك، واللي تحركها الى الاسفل بالميدلاين الانفيرير ريكتاس والسوبيرير اوبليك. واضح. من تحركها ميديالي هاي الميديال ريكتاس من فقط، من تحركها لاترالي هاي اللاترال ريكتاس، لكن تعدي هنا اب اند اوت اند اب ان، الاب اب ان هاي السوبيرير ريكتاس، اب اوت هاي انفيرير اوبليك، داون اوت هاي سوبيرير اوبليك، داون ان. واضح. هسه حركه العين شنو اب داون، ميديالي لاترالي، ادكشن ابدكشن. زين، بعد اكو عندي حركات اب اند ان، اب اند اوت، داون اند اوت، داون اند ان. فالاب عضلتين يشتغلان، سوبيريور ريكتاس والانفيريور اوبليك، داون عضلتين يشتغلان، انفيريور ريكتاس سوبيريور اوبليك، بس اب اند ان سوبيريور ريكتاس فقط، اب اند اوت انفيريور اوبليك فقط، داون اند ان، داون اند ان هاي انفيريور ريكتاس فقط، داون اند اوت هاي سوبيريور اوبليك فقط. واضح. هاي حركات العضلات. عندي اذا اليوك اي موفمنت، هذيك هسه اول مره شرحنا ان حركه العين الواحده، هاي حركه العين ايزوليتد اي موفمنت، يعني كل عين تتحرك، يعني غطينا عين ونحرك عين واحده بالاتجاهات التسعه، زين، تسع اتجاهات. بينما اذا فتحنا العين العينتين وخلينا العينتين يتحركن يسموها يوك اي موفمنت، اللي هي عبارة عن حركة العينين باتجاه واحد،
to maintain binocular vision على مود يحافظ على رؤية واحدة للعينتين بدون أن يصير ديبلوبيا. واضح؟ فاليوك مصل هي العضلة isolated eye movement in each eye responsible for yolk movement in each gaze. فإحنا هسا عندنا الجيز عندنا هذا شوف هسا هذا الجيز up يعني العين يعني تحركن إلى الأعلى هذا ال natural position أو ال primary position. هنا العضلتين تتحرك إلى العين، هنا العضلتين يتحركن إلى الأسفل، هنا العضلتين يتحركن إلى الرايد، هنا العضلتين يتحركن إلى الليفت. عندي بس هالأربع زوايا هاي الزاوية هاي up and in العينين يتحركن وحدة تتحرك up and in ووحدة تتحرك up and out وهنا العكس. هنا نش عندي عضلة تتحرك up down and in وعضلة ثانية لازم تتحرك down and out وهنا العكس. أوكي العضلات اللي تقوم اللي راح يشتغلن في كل العينين في نفس الوقت على مود maintain the movement of the yolk muscle يسموها yolk muscles وهذا البوزيشن مال الحركة يسموها gaze movement. زين عندي تسعة gaze movement واضح تسعة gaze movement هذا هو البرايمري بوزيشن. بالأبورد قلنا اثنيناتين يشتغلن superior rectus والinferior oblique. زين وبالداونورد هم يعني الانفيريور ريكتاس والسوبيريور اوبليك نتحركن للرايت ليفت ريكتاس ونتحركن للليفت ليفت ريكتاس والميديال ريكتاس يتحركن للرايت لاترال ريكتاس وميديال ريكتاس. اوكي عندك بس الزوايا الأربعة هذني إذا تحرك هنا أنا up and out up and right هاي سما inferior oblique و superior rectus وهنا العكس. زين down and out هنا راح تكون superior oblique والright والinferior rectus superior oblique مع العين والright والinferior rectus مع العين. واضح يعني؟ فدائما يجي لك السؤال هيجي مثلا هاي الحركة مال العين هاي الليفت وهاي يا عضلتين تحركن هسه تقلصن. زين وأي نيرف صار responsible for this movement of this muscle وشنون تم الأكشن هذا الكوردينيشن بين العضلتين هذني يعني هسه بهالحالة هاي الليفت صارت شنو هنا out and up قلنا out and up يعني inferior rectus يعني left inferior oblique عفو left inferior oblique والرايت هنا right superior rectus فرايت superior rectus والleft inferior oblique هذني yolk muscle. زين yolk muscle واضح هنا شنو يجهزهن الاوكيلوموتر نيرف اثنيناتهم الرايت والleft اوكيلوموتر نيرف راح يجهزهن. شلون صار coordination بهذني الحضلتين صار الكوردينيشن عن طريق الميديال لونجيتودينال فاسيكولاس الرايت اكيلوموتر دز اعاز عن طريق الليفت ميديال لونجيتودينال فاسيكولاس للليفت اكيلوموتر واشتغلوا سويا. هنا نفس الشيء هنا شنو عندك هاي بهاي العين بالاي صايره داون اوت يعني شنو صاير يعني السوبيريور اوبليك مسل اوف الاي. زين يعني الرايت سوبيريور اوبليك وهنا بالليفت انفيريور ريكتاس انفيريور ريكتاس يجهزها الاوكيلوموتر السوبيريور اوبليك يجهزها التروكيلوموتر موتر. فشلون صار كوردينيشن صار كوردينيشن الليفت اوكيلوموتر يدز عن طريق الرايت ميديال لونجيتودينال فاسيكولاس تو ذا رايت تروكيال نيرف ويحفز العضل على مود يحفز السوبيريور اوبليك اوف ذا رايت ويشتغلن سويا. اوكي الكوردينيشن يصير عن طريق الميديال لونجيتودينال فاسيكولاس. اوكي هاي الحركه شنو هاي مو يوك مسل اليوك مسل كونجوكيت موفمنت يتحركم في دايركشن واحد لازم
على اليمين لو على اليسرى، لو للاب لو للداون. اوكي هنا العين العينتين متحركه الى الداخل كونفيرج، صاير بهن كونفيرج، وهذا الكونفيرج نورمال في حاله واحده بالاكوموديشن فقط، من انت تباوع على جسم نير اوبجكت يعني النير فيجن، من تباوع على نير فيجن تستخدم النير فيجن، من تباوع بالقراءه او بالكتاب او تشتغل او تباوع على جسم قريب يصير كونفيرجنس للآي. فهذا كونفيرجنس هذا هم يتم عن طريق الكوردينيشن مالت طبعا هنا النيرف اللي راح يشتغل هو الرايت وليفت اوكيلوموتر نيرف، الكوردينيشن يتم عن طريق الميديال لانجيتودينال فيسيكلس نفس الشيء. واضح العضله. النوع الثاني من العضلات هو انترنسيك مسل. انترنسيك مسل قلنا ثلاثه، اثنين موجودات بالايريس، هاي هنا هو الايريس بعضلتين، واحده سيركولار هاي كونستريكتور بابيلي مسل، وواحده راديال دايركشن هذا دايليتر بابيلي مسل عضلتين. والعضله الثالثه موجوده قلنا بالسيلياري بودي سيلياري مسل اللي قلنا هاي تقلصها راح تسحب الزينيول، هذني الزينيول تسحبه. اوكي وهذا الابيثيليوم اللي يغلفه قلنا يكون الاكويس هامر. اكويس هامر هذني يختلفن الانرفيشن مالهن عن الاكستراكلر. انرفيشن مال الانترنسيك مسل هو عن طريق الاوتونوميك نيرفس ستيميليشن. السيلياري مسل السيلياري مسل اند السفنكتر بابيلي مسل هاي بارا سمباثيتك انرفيشن، زين يتقلصن بارا سمباثيتك، بينما الدايليتر مسل هاي الراديال دايركشن هاي سمباثيتك انرفيشن. سمباثيتك انرفيشن واضح. الاعصاب الموجوده قلنا اعصاب موجوده نوعين سنسوري وموتر. الموتر هي ثلاثه، الاوكيلو موتر قلنا هذا يغذي كل العضلات ما عدا اثنين السوبيريور اوبليك واللاترال ركتس. زين اللاترال ركتس يجهزها العصب السادس الابدسن، السوبيريور اوبليك يجهزها التروكيلير، يجهزها التروكيلير هذا اللي عرفناهن ونعرف من ميل جايه. السنسوري قلنا الاوبتيك نيرف هذا فور فيجن خاص بالفيجن فقط، والأوبثالميك اللي هو الفيرست برانش اوف ذا تريجيمينال نيرف هذا قبل ما يدخل السوبيرير اوربيتال فيشر يتقسم الى 3 نيرفز فرونتال لاكريمال نيزوسيلري. النيزوسيلري هو هذا يحمل الاول سنسيشن اوف ذا الاول اوربيتال كونتنت. زين اللاكريمال هذا خاص فور لاكريمال جلاند يجهزها لللاكريمال جلاند وال الفرونتال هذا يدخل الاوربت بس ما يجهز اي شيء ويطلع من الاوربت يجهز السكن اوف ذا الفيس. واضح. عند الزايجوماتيك نير هذا برانش فروم ذا المكسيلري نير فروم ذا المكسيلري نير هذا بيحمل الباراسمباثيتك فايبر يدخل بالتريجوبلاتاين فوسا يطي الباراسمباثيتك للاكريمال للاكريمال جلاند. زين للاكريمال نيرف على مود يوصله للاكريمال جلاند هسه نشوفها بالصوره. زين عندي اربع مصطلحات هي مور فيسيولوجي ذان ذا اناتومي بس احب اقول لكم لان اشوف دائما بالطلاب بالوجوات السابقه عندهم ديفكت بيها. المصطلحات هي فيجوال اكيوتي فيجوال فيلد كورنيال ريفلكس pupillary light reflex accommodation. visual acuity هاي نقصد بيها acuteness of vision يعني حدة البصر مالتك، وهاي تعتمد على الماكيولا اللي خدناها. زين والvisual field هاي نقصد بيها total area you can see it when you focus in the point in the يعني من يعني المساحة الرؤية اللي انت تباوعها لقدامك من عينك تركز على نقطة معينة إيش قد راح تشوف المساحة الكلية اللي راح تشوفها. زين وأنت تباوع على نقطة معينة. زين هاي يسموها الـ visual field. الكورنيال ريفلكس هذا هو الكورنيال ريفلكس إنه نسوي light attached to the cornea ها فراح يصير ريفلكس. اللي ريفلكس هو شنو الـ blinking يصير. زين هذا الافرنت مالته هو العصب الخامس والافرنت هو العصب السابع. ليش؟ لان انت من تلوح القرنيه
السنسيشن هو قلنا عن طريق النيزوسيليارينا اللي هو من الترايجمينا. أوكي؟ والتقلص البلينكينج هو يا عضلة موجودة هنا موجودة الأوربيكولاريس أوكيلي مصل تقلص الأوربيكولاريس اللي هي الانرفيشن مالها العصب السابع. واضح؟ العصب السابع. فهذا عندما تلوح الكورنية راح يتحفز الترايجمين النيرف يروح إلى البونز اللي بالترايجمين مين سنسر نيوكليار أوف ترايجمين من عدها راح تطي تطي عندها كونكشن ويا النيوكليوس اوف ذا الفاشيال نيرف اللي موجود بنفس الليفل مالتها يتحفز الفاشيال نيرف يجي يقلص الاوربيكولاريس اوكيلي مصل اللي موجوده بالايليد. زين هذا هو الباثوي. البيوبيلاري لايت ريفلكس هذا شنو؟ عندما تسلط ضوء على عين على العين اليمنى راح تتقلص العينين، العين اليسرى والعين اليمنى. العين اليمنى تقلصها يسموه دايركت بيوبيلاري لايت ريفلكس. تقلص العين اليسرى يسموه كونسيشوال لايت ريفلكس. اوكي هذا بالنسبه لل الاكوموديشن. شنو الاكوموديشن؟ عندما تباوع الى جسم قريب عن العين راح يصير عندك تريبل ريسبونس. شنو هي التريبل ريسبونس؟ راح يصير عندك تقلص البؤبؤين يسموه مايوسيس، كونفرجنس للايز، الاي اثنيناتهم يتحركن الى انورد تورز ذا نوز يسموه كونفرجنس. ثلاثه اللينس السيلياري مصل تتقلص فتسحب الزينيول، اللينس راح يزداد تقعرها فتزداد انكريز الريفراكتوري باور اوف ذا لينس. هاي تريبل ريسبونس عند يحدثن عندما تباوع الى جسم قريب. زين هذن شلون الباثوي مالتهن؟ الباثوي مالتهن بهالطريقه. هذا هاي الاسود شوف هسه هنا مكتوبه بالباثوي، هنا مكتوب بالاسود، هنا مكتوب بالاحمر، وهنا مكتوب بالاسود، وهنا مكتوب بالاخضر. المكتوب بالاسود هو مشترك للتو باثوي مال الاكوموديشن ومال البيبلاري لايت ريفلكس، وبالاحمر هو مشترك للبوث. زين بالعفو بالاسود هو مشترك للبوث ريفلكسز، الاحمر خاص هذا بالاكوموديشن ريفلكس، والاخضر خاص لللايت ريفلكس، خاص لللايت ريفلكس. واضح؟ فانت من تتحفز عندك بالتو ريسبونس سواء سلطت لايت او قربت جسم على العين راح تتحفز الرتينا الجانجليتك سيل الاوبتيك نير الاوبتيك كيازما الاوبتيك تراك اللاترال جينيكوليت بودي. اوكي هاي لهنا مشترك. بعدين هنا راح يتفرقن ان كيس اوف ذا لايت ريفلكس راح من الاوبتيك نير يروح الى عن طريق السوبيرير بروكم الى بريتكتم النيوكليا، الاوبتيك كوموشور الى الادنجر وست فالو نيوكليا الاوبتيك نير. زين السيلياري جانجليال بالاي سيلياري نيرف الى البيوبل يسوي كونستركشن. واضح؟ اما الاكوموديشن شلون؟ من الاوبتيك نيرف اللاترال جينيكليت بودي الاوبتيك راديشن للفيجوال كورتكس، من الفيجوال كورتكس يتحفز للبري فرونتال كورتكس اللي قلنا الاي موفمنت الاي موفمنت سنتر اللي موجود بالميدل فرونتال جايروس منطقه رقم 6. زين فهي راح تتحفز، من تتحفز ترسل لنا الى الاوبتيك الى الادنجر وستفال نيوكلياي والاوبتيك نيرف فراح تقلص الميديال ريكتس مسل وتتقلص عندك الميديال ريكتس مسل. واضح؟ والسيلياري مسل هذا شغلتين صار. واضح هسه شلون يعني التو ريفلكس الباثوي مالتهم قسم جزء منه مشترك وجزء منه خاص بكل واحد. واضح؟ النيرز موجوده قلنا اخذناها هاي النيرز. شنو موجود بعد عندي هسه؟ هذا النيرز قلنا خلصنا هسه الاوبتيك نيرف، نجي على
الابثالميك نيرف. الابثالميك نيرف هذا هو الابثالميك نيرف. ابثالميك نيرف قلنا 3 برانش. لاكريمال برانش هذا طبعا هنا بالميدل كرينيال فوسا، وهاي الانتيرير كرينيال فوسا، وكاسرين الاوربيتال بليت على مود تشوف المحجر العين من الاعلى من السقف داخلي للمحجر العين من السقف، شايلين السقف مالته ومبينه هي زين. وهنا الميدل كرينيال فوسا هنا سوبير اوربيتال فيشر هذا داخل من عنده الستركشر الذني داخل سمته، شنو يدخلن العصب الثالث الرابع السادس شوف زائدا الاوبثالميك. هذا الاوبثالميك اول ما يدخل زين هذا العصب الرابع، هذا العصب الرابع شوفه عصب الرابع. الاوبثالميك اول ما يدخل يتقسم الى ثلاث اقسام، لاكريمال شوف هذا اللاكريمال يمشي فوق اللاترال ريكتس ماسلز ويروح الى اللاكريمال جلاند، والفرونتال شوف هذا الفرونتال يمشي فوق ما بين الروف وما بين الليفيتر بالبلي سوبيريوريس زين، ويطلع قبل يطلع من السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال فورامين الى الفورهيد زين. بعد واحد عندي نيزوسيلياري، هذا النيزوسيلياري فايت لي جوه جوه الليفيتر بالبلي سوبيريوريس، واضح نشوفه بهاي الصوره من نقصها الليفيتر بالبلي سوبيريوريس والسوبير ريكتاس نشوفه. هذا هو هذا هو النيزوسيلياري. نيزوسيلياري شوف كل البرانشات اللي يطيها هو النيزوسيلياري، راح يطي كل البرانشات واضح عيني. هذا الفيو ساجيتال فيو للاوربت، تشوف الاوبتيك نيرف، تشوف كروست الاوبتيك نيرف باسطة الاوبتيك ابثالميك ارتري والنيزوسيلياري، هذا النيزوسيلياري يعبر لنا زين، اثنيناتين يعبر لنا واضح عيني. هنا نشوف هذا الفيو الاخر، هاي السوبيريور اوربيتال فيشر، هاي ساجيتال سكشن للاوربت والكرينيال كافيتي، هنا الميدل كرينيال فوسا، هاي الانتيرير كرينيال فوسا وجواها الاوربت، هذا الاوربت وهذا الاثمويد، هذا الاثمويد الاير ساينسس. شوف هاي المنطقه هاي تريجو بلاتاين فوسا يسموه، شوف خلف الاوربت وخلف الماكسيلاري ساينس، هاي بيها شنو تريجو بلاتاين جانجليا، وهاي الانفرو تمبرال فوسا، وهاي الفتحه اللي تربطها بالميدل كرينيال فوسا هي الاوفالي فورامين اوفالي زين، وهاي فورامين روتندم شوف يدخل من عند الماكسيلاري نيرف الى التريجو بلاتاين جانجليا زين، وهذا هو الابثالميك يدخل من السوبير اوربيتال فيشرز، يتقسم الى 3 برانش نيزوسيلياري لاكريمال والفرونتال زين، وهذا الثاني هو العصب الثاني من الترايجمينال، هذا الترايجمينال الاصفر كله هو السنسري، وهذا الابيض هو الموتر، الموتر يمشي ويا الماكسيلاري يطلع على يطلع ويا الاوفال، يطلع من الاوفال، وهذا هي الاوتيك جانجليا زين، وهذني قلنا الماكسيلاري والفرونتال. شوف من الماكسيلاري، من الماكسيلاري شوف هذا الماكسيلاري يعطيني، شوف هذا المجزي يعطيني زيجوماتيك برانش، هذا حامل باراسمباثيتك فايبر جايبها من التريجو بلاتاين جانجليا، شوف هو يدخل من يدخل الى الاوربت مقدمه الاوربت شوف راح يعطي هذا البرانش باراسمباثيتك يروح ويا اللاكريمال جلاند على مود يوصل الى اللاكريمال جلاند ويا واضح ويا اللي يروح الى اللاكريمال جلاند. هنا النير الفينوس درينج، الفينوس درينج اوف ذا اوربت ثرو 3 فينز، سنترال فين، سنترال ريتينال فيجن، سوبيريور اوبثالميك، انفيرير اوبثالميك زين، كلهن يصبن بال كافرنس ساينس، يطلع من السوبيريور اوربيتال فيشر ويصبن بالكافرنس ساينس زين. شنو الملاحظه المهمه على هالفينات؟ السوبيريور اوربيتال في السوبيريور اوبثالميك شوف كوميونيكيتد وذ ذا اللينجوال فين، هذا اللينجوال اور الفيشال فين، هذا الفيشال فين موجود بالوجه هنا أنا كوميونيكيتد وياه، هاي وحده زين كوميونيكيتد، هذا بالوجه اكو عندي الفيشال فين يبدي اسمه انجولار فين بعدين يصير فيشال فين ويطلع ينزل لي جوه يدخل الى الرقبه زين. بالوجه عنده تو
communication. هاي first communication via superior orbital fissure. Second communication هذا through deep facial branch via pterygoid plexus. هاي pterygoid plexus موجودة pterygobalatine fossa. زين هاي pterygoid plexus communicated أما directly via cavernous sinus عن طريق الأوفالي. Low communicated via inferior. ويا الانفيريور اوفثالميك ارتري. واضح؟ فيعني معناها شنو هاي الملاحظه؟ هاي الملاحظه مهمه. ليش؟ اي التهاب بهاي المنطقه قد ينقل عن طريق الفيشيال فين بالكوميونيكيشن هذني. هاي الكوميونيكيشن تروح على السوبيريور او عن طريق هاي الكوميونيكيشن تروح على الترجويد بلكسس وتدخل الى الانفيرير وبالتالي توصل الى الكافرنس ساينس ويلتهب الكافرنس ساينس يصير كافرنس ساينس ثرومبوسيس وهاي حاله كلش خطره. ولهذا هاي المنطقه اللي بيها يمشي بيها الفيشيال فين يسموها دانجر اريا. فالدانجر اريا هي هاي المنطقه المثلثه المحصوره ما بين الميديال كانفاس اوف ذا ايز وال الانجل اوف ذا ماوث. يسموها هي الاريا دانجر اريا اوف ذا فيس. هي الاريا اللي اي التهاب بها قد يؤدي الى سبريد اوف انفكشن تو ذا كافرنس ساينس ليدنج تو ذا كافرنس ساينس ثرومبوسيس وهي حاله خطره كلش قد يؤدي الالتهاب ينتقل الى البرينز ويكون فيتال كونديشنز. زين ايش هذا الكوميونيكيشن اللي قلنا؟ هذا عندي الفيشل فين. فيشل فين كوميونيكيتد ويا السوبيريور عن منانا سوبير اوبثالميك وكوميونيكيتد ويا الانفيرير اوبثالميك عن طريق الديب فيشل. زين ديب فيشل تيريجويد بلكسس او يروح دايركتلي للكفر من التيريجويد بلكسس دايركتلي الى الكفرنس ساينس عن طريق الفورامين اوفالي لو عن طريق الانفيرير مثل هاي الحاله. شوف يروح على الكوميونيكيت ويا الانفيرير اوبثالميك. زين عيني قبل ما انهي المحاضره قلنا العصب الثالث الأوكيلوموتر يجهز كل عضلات العين ما عدا السوبيرير ريكتس والإنفيرير ريكتس. زين وكذلك يجهز الانترا أوكيلور مسلز اثنين اللي هي السيلياري مسل والسفنكتر بابلي. أوكي لذلك من يصير بلسي الأوكيلوموتر العين ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها تتحرك العين تتحرك داون اند اوت. هاي وحده يصير بتوسيس ويصير البؤبؤ يتوسع مدرياسيس. واضح هاي انتهينا منها. العصب السادس يجهز عضله وحده هي اللاترال ريكتس اللي تحرك العين لاترالي. فاذا صار له بلسي راح العين تتحرك انورد يصير له ادكشن زين هاي العصب الرابع التروكيليار هذا يجهز عضله واحده اللي هي شنو هي السوبيريور اوبليك مسل. قلنا اللي تحرك العين شنو داون اوت تحرك العين داون اوت لذلك وتسوي انتورشن يعني روتيشن اوف ذا ايبول اراوند الانترو بوستيرير اكسس. زين فمن يصير لبلسي راح العين يصير بها اكستورشن فالمريض شي يسوي يشوف. وكذلك شلون والعين ايضا يشبيها تتحرك اب العين يصير بها العين راح يصير بها للاعلى يعني الديفييتد اب. واضح فيصير عند المريض ديبلوبيا. فعلى مود يتفادى الديبلوبيا شي يسوي تلتنج للهيد على مود تلتق للهيد على مود شنو يعدل العينين يوازن العينين to overcome الابتوز الدبلوبيا. واضح عيني وشكرا جزيلا.